أسعد الله أوقاتكم بكل خير بنشرة الأخبار الموجزة. والبداية من كورونا، فقد سجلت النمسا اليوم أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومعظمها كانت في النمسا السفلى، وإضافة إلى ذلك 33 حالة وفاة. صوت البرلمان النمساوي اليوم بأغلبية ضد قانون يشرع إظهار نتيجة فحص كورونا السلبي قبل الدخول إلى محال بيع التجزئة، خاصة في المقاطعات الشرقية الأكثر تأثراً بالوباء حالياً. وبسبب غياب الأغلبية البرلمانية للمعارضة من أجل التصويت لصالح القانون، فقد أرجى التصويت عليه لما بعد 8 أسابيع أخرى، وقد صوت على القرار 27 نائباً مقابل 29 رافضين له، حيث كان من المتوقع أن يأخذ القرار الأغلبية في التصويت، ولكن أرجئ ذلك بسبب إصابة 3 أعضاء بأمراض وتعثر وجودهم في الجلسة. أعلن سيباستيان كوتس المستشار النمساوي أن بلاده بصدد شراء 1 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي الواقي من فيروس كورونا في أبريل المقبل. وقال كوتس: لا يجوز أن تكون هناك قيود في مسألة اللقاحات، فالمهم في اللقاح هو أن يكون فعالا وآمنا أيا كان مصدره، ومنذ فبراير الماضي نخوض حوارا جيدا مع الجانب الروسي، وأنا أشكره شكرا جزيلا. إذا حصلت النمسا على 1 مليون جرعة إضافية من اللقاح، بذلك سنستطيع العودة إلى الحياة الطبيعية في وقت أقرب، وننقذ مزيدا من الأرواح البشرية وفرص العمل. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن خطط النمسا لشراء لقاح سبوتنيك في الروسي تدمر الأسطورة بشأن عدوانية روسيا وضرورة عزلها دوليا بحسب وصفها. ذكر تقرير أن عدد الوفيات بين متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في النمسا ارتفع إلى 55 منذ انطلاق حملة التطعيم، دون أن يثبت دليل موثوق به على وجود علاقة بين الوفيات والتلقيح. وقال المكتب الفيدرالي للسلامة الصحية اليوم في تقرير عن المدة ما بين 27 من ديسمبر 2020 والسادس والعشرين من مارس الحالي، أنه تلقى بلاغات عن 55 حالة وفاة وقعت بعد مدة وجيزة من التطعيم، مشيرة إلى أن 52 حالة سجلت بعد تلقي لقاح فايزر بايونتيك، وحالتين بعد لقاح موديرنا، وحالة واحدة بعد لقاح أسترازينيكا. وأضاف التقرير: حتى الآن ليس هناك دلائل موثوق بها على وجود علاقة بين هذه الحالات واللقاح، إلا أن الدراسة مستمرة. قام عدد من الناشطين اليساريين بقطع الطريق السريع آفيا الواصل إلى مطار فيينا الدولي اليوم صباحا، وذلك اعتراضا على ترحيل قرابة 40 لاجئا أفغانيا إلى أفغانستان بسبب رفض طلبات لجوئهم. وقد أدى هذا لتراكم طابور طويل من السيارات بسبب قطع الطريق، ما دعا عددا من قوات الشرطة النمساوية ووحدات الإطفاء للتدخل وإعادة فتح الطريق. وقد شهد ضمن المعتصمين السياسية البارزة السابقة عن حزب الخضر السيدة بيرغيت هيباين، ووفقا لتقارير إعلامية فإن المرحلين هم من المرتكبين للجرائم مثل بيع المخدرات أو السرقة أو الاغتصاب وحتى التهديد بالقتل. وبحسب الشرطة فقد اعتقل 30 شخصا من المعتصمين مؤقتا، ونقل شخص إلى المستشفى بسبب جروح أصيب بها خلال مطاردته. تمكنت الشرطة اليونانية من كشف مجموعة من اللاجئين السوريين كانوا يرتدون زي فريق رياضي روماني أثناء محاولتهم السفر إلى النمسا، حيث أوقفت محاولة عبورهم أمس الاثنين. وكان المهاجرون وعددهم 9 من سوريا يحاولون الوصول إلى فيينا، وتظاهروا بأنهم فريق لكرة الطائرة، وقد فشلت محاولة عبورهم بعد أن شك موظف الجوازات في الفريق فتكلم معهم بكلمات رومانية فلم يستطيعوا فهمه، فتم فحص الجوازات والتحقيق معهم. واحتجزت السلطات اليونانية جميع السوريين بعد أن هبطت طائرتهم القادمة من أوكرانيا في مطار أثينا، وبالتحقيق معهم اتضح أنهم حصلوا على الفكرة والجوازات من مهرب مقابل 3000 يورو للجواز الواحد. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم على إنفوغرات لنكتمل بالمعرفة. كنت معكم أنا أحمد إبراهيم، إلى اللقاء.